ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. قبل ما نبدا في موضوع حلقتنا طبعا هنرحب بضيفنا الاستاذ ايمن المنشاوي، استاذ علم النفس، مشرفنا ومنورنا النهارده. اهلا بالسادة المشاهدين، اهلا بك. كلمنا بقى عن ظاهره التيك توك. ظاهره التيك توك زي ما مثلا وصفها الاعلاميه عامه قال لك ان ظاهره التيك توك دي تعتبر تطبيق الظاهره. يعني ايه تطبيق الظاهره؟ ده ابلكيشن بينزل من على الانترنت زي الفيسبوك وزي الواتساب وزي اي كل الحاجات دي كلها بتنزل. التحميل بتاعها ده سهل جدا، فاصبح سهولته خلت ان جميع المراهقين والسن اللي هو سن الشباب ده بيستخدمه، لانه سهل جدا في استخدامه، نوع من انواع الشهره. يعني مثلا هنقول حاجه، عندنا تبص تلاقي حضرتك ان حته الفانز، موضوع الفانز المعجبين، فكره الشهره في 15 ثانيه وفي اقل من 15 ثانيه هو عايز يحقق نسبه كبيره جدا. طبعا ليه قصه الموضوع ده، بيرجع لايه؟ كانت في شركه اسمها ميوزيكلي، الشركه دي كان بيمتلكها واحد شاب جدا. عمل ايه؟ كان بيعمل محتوى تعليمي. المحتوى التعليمي ده كان بيقدمه في خلال مثلا 5 دقائق. احنا لازم نوضح برضه للمشاهدين ايه الفكره جايه منين، لان دي ظاهره والظاهره مصدرها الاساسي. طبعا لازم مصدر اساسي. الميوزيكلي دي كانت بتقدم محتوى تعليمي، والراجل ده كان ببساطه كان بياخد فلوس من المستثمرين عشان يقدر يحقق نجاح للبرنامج ده. خمس دقائق بيعرض فيهم مستوى تعليمي، موضوع تعليمي ومحتوى. كان المحتوى ده طبعا اصاب بالملل، مفيش جديد، مفيش حاجه، لدرجه ان ابتدت تحصل خسائر. طب يفكر يعمل ايه؟ هو عايز يلحق نفسه. في يوم وهو في القطر شاف مجموعه من الشباب، نصهم بيتصوروا سيلفي ونصهم بيغنوا، فابتدت جات الفكره من ده هنا. ده طبيعي، إن يعمل شباب مزاجي. قاعدين طبعاً. في القطر بيقضوا الوقت بتاعهم. انا ايه المشكله ان انا اعمل فيديو فيديو ده، او اعمل مثلا ابلكيشن يجمع ما بين كل الموضوعات دي كلها. وفعلا جات الفكره، فكره ميوزيكلي. وميوزيكلي دي حققت نجاح كبير جدا جدا. وبعد كده بقى طبعا في شركه ثانيه طلعت على نفس المستوى، هي دي بقى كانت التيك توك. وحصل ايه؟ حصل اندماج ما بين الشركتين دول. لو جينا بصينا للمستويات زي ما قال التقرير، في ديسمبر 2018 2017 ديسمبر 2017 حققت 20 مليون مشترك. وصلت في ديسمبر 2018 75 مليون مشترك. وصل النهارده 500 مليون مستخدم. طبعا رقم كبير جدا. وكل ماذا الارقام بتعلى فعلا. طبعا ليها جوانب نفسيه وليها جوانب اجتماعيه كثيره جدا كظاهره يعني. واحنا يعني عايز اقول لك ان كشعب بنجري ورا الشهره بقى والظواهر، اي حاجه بتطلع وراها لازم نقلدها. هي بقى الحاجه دي تناسبنا او ما تناسبناش، دي بقى النقط اللي بنختلف عليها جميعا. طبعا بالنسبه للشهره دي حلم اي حد، حلم اي حد انه يبقى مشهور، وخاصه لما تكون الوسيله سهله. سهله في ايه؟ سهله ان انا معايا موبايل. الموبايل ده فيه كل الامكانيات، امكانيات بسيطه، ودلوقتي كل مثلا الموبايلات اللي نازله كلها اسعارها قليله والاوبشن بتاعها عالي قوي، جوده في التصوير وجوده في كمان، وحتى البرنامج ده مش محتاج حد متخصص، ده هو بيعمل مونتاج لنفسه. يعني بمجرد ايه؟ فكره بلاي باك. يعني ايه البلاي باك؟ يعني انا دلوقتي بعمل خلفيه. الخلفيه دي ممكن تبقى ايه؟ عباره عن افيه، عبارة مثلا عن مقطوعة موسيقية، مسرحية، عبارة عن فيلم، جزء من مسرحية، جزء من مثلا ايه، مقولة حد مشهور جدا. زعيم. تخيل حضرتك ان تبص تلقي الكلام ده كله بيتحط، ومستوى العمر ده بيتكلم بيقول. طبعا هو لو جينا بقى اكلمك في جزئية علم النفس فيها تحديدا، علم النفس قال لنا ان ده نوع من انواع التعبير عن الذات. يعني ايه التعبير عن الذات؟ انا بعبر عن ذاتي بس بلسان غيري. يعني ايه؟ تحريك الشفايف. بس مش تحريك شفايفه بس. لا، ده كمان نوع من انواع الاداء والتمثيل والمهاره. مهاره، ما هي لازم تتطلب مهاره. وغير كده احنا ما شاء الله السوشيال ميديا علمت حتى مش نقول سن المراهقين، لا، حضرتك 3 سنين و4 سنين الأطفال. يعني النهارده بتبص تلاقي ان الاطفال في سن 4 و5 سنين حافظين جميع الافيهات طبعا فبقت عمليه وسيله سهله جدا، وشايفين الاكبر منهم بيقلدوا ده، فالموضوع بالنسبه لهم اصبح عادي. ما هو اوكي. يعني انا النهارده الموبايل في ايد كل واحد. موبايل في ايد كل واحد. يعني مثلا لو جه اسره، الاسره دي قالت لا انا مش هجيب لاولادي موبايل،
طيب هيشوف ابن عمه، ابن خالته، جيرانه، فلان فلان فلان، موبايل. الموبايل ده بقى خلاص سهل قوي قوي قوي. وخلي بالك ان تبص تلاقي موضوع التيك توك مش محتاج مثلا قوانين عشان تدخل او محتاج تعب، ده انت في اقل من ثواني بتبص تلقى بتعمل حساب عليه. تمام. ومش بالضروره كمان يقول لك حساب، انت ممكن تدخل وتتابع وتشوف حتى لو انت مش مشترك. تمام. فالمساله بقت في يد الجميع وفي متناول الجميع. طيب والفئه اللي هي اكتر بتفضل برنامج التيك توك وهي دايما بتروح له شايفها انهي؟ على حسب الاحصائيات اللي طبعا الداونلود اللي بيحصل، تحميلات البرنامج ده او الابلكيشن ده، الاحصائيات دي قالت ان السن من 13 ل 18 سنه، ده دي الاحصائيات. لكن هنا طبعا هو ممنوع على من يقل عن 13 سنه، لكن النهارده مفيش مانع، مفيش رقيب. طالما مفيش مانع او رقيب انا ممكن ان انا اعمل حساب مزيف، وانا سني 6 سنين و7 سنين. طب 6 سنين و7 سنين وهعمل حساب مزيف، يبقى اوكي انا هدخل وفئه الفئه السنيه بقت اقل من كده وكمان بقت اكبر من كده. يعني بحسبتي لو انا هبص لها ان دي من 6 سنين لحد 24 سنه. يعني ما بقتش اللي هي من 13 ل 18 بس، اكبر اكبر كمان وفئه اكتر. وسيله للشهره. يعني ايه ان انا دلوقتي دخلت عالم المشاهير ببلاش، دخلت عالم المشاهير بشهره بسيطه جدا جدا. وفي برضه انا عايز اقول لك واذكر كمان ان في اطفال من سن 3 سنين اولياء امورهم بيطلعوهم على اللي هي الاغاني الشعبي، وده انا شفته كتير طبعا. يعني لا، فكره الاغاني الشعبي دي موضوع بقى. يعني هقول لحضرتك حاجه، في مره كنا يعني سهرانين كده في رمضان في مكان، فكان في مطرب جميل جدا وبيغني وفرقه حواليه. فالمهم ابتدى كان عامل شو كده للاطفال الصغيرين والاطفال ملمومين، وابتدى يغني الاغاني المعتاده اللي احنا عارفينها العاديه جدا. بعد ما خلص الاطفال ملمومين كلهم، فبيسالهم تحب اغني ايه؟ ايه اللي انا اغنيه؟ الاطفال كلهم اجمعوا على 3 اغاني تحديدا. انا مش عايز احدد واقول ايه هم الـ3 اغاني، منهم اغنيه موجوده في اعلان ومنهم كذا ومنهم كذا، المهم الثلاثه الواحد. الشخص ده هو ممثل، ممثل مشهور جدا، تمام. بس الفكره كلها اللي احنا بنتكلم فيها مش مغني. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل طبعا هو رفض. رفض انه يقول، لانه كمان معلش لا الوقت يسمح ولا المجال يسمح. الاطفال زعلوا. الاطفال دول من سن كام؟ 4 5 10، المستوى العمري ده كله، وده المنتشر. ده غير بقى فكرة المهرجانات. المهرجانات دي قصة تانية. لا لا لا، المهرجانات دي عالم تاني، عالم. اللي بيدخل في العالم ده ويشوف قد ايه ان الميديا دي بقت مأثرة علينا ومأثرة على اطفالنا، مأثرة على بيوتنا بشكل كبير. ولو جيت منعت الطفل قلت له مثلا ده اللي انت بتعمله غلط، يقول لك يا بابا طب ليه؟ ما هو انا لو رحت النادي انا بسمعه، ولو رحت في اي مكان انا بسمعه. حضرتك تصديقا لكلامك، والله يمكن انا بلاقي وجع قلب جامد قوي ان انا عبال ما بركب تاكسي او اوبر او اي، لو سمحت ما تفتحش ده او اقفله وانا وكنسل وانا مش هكمل معاك المشوار، بلاقي ان هو بيزعل، وبلاقي كمان ما بيسمعنيش قد ما هو فتح. غير كده في برضو يعني شفت قدامي حاجه غريبه جدا، يعني ميني باص اطفال ومدرسه اجنبي يعني فاتحين مهرجانات. يعني انا عايزه اقول له ازاي؟ يعني ازاي اللي انت بتعمله ده ازاي؟ وحتى لو كانت مدرسه عاديه برضه ده ما يكون الفئه العمريه. الكلمات نفسها بتحتوي على كل الاطفال في الميني باص كانوا متفاعلين جدا وحافظينها يا فندم، حافظينها بالايقاعات بتاعتها بشكل يعني مثلا يعني انا افتكر مثلا بصيت يعني مش من جيل قديم قوي، لكن ممكن اغاني عمرو دياب، اغاني محمد فؤاد، اغاني محمد منير اللي تعودنا عليها الحلوه، عبد الحليم حافظ، احنا حافظينها اوكي، بس دي فيها حاجه مثلا معينه، نغم معين تقدر تحفظه. طب تخيلي بقى، هل تقدري تحفظي حضرتك الجمل اللي موجوده في الحاجات دي كلها؟ بتبص تلاقيها صعبه. الاطفال دي عندها القدره للحفظ بشكل، مش هقول لك بقى بشكل آلي، لا ده بقى حفظه آليا وحفظه معنويا كمان وحفظه بكل ما فيه. ده حتى لما بيطلب طلب من الام او الاب بيقولوا بالطريقه دي، بطريقه الاغنيه، انا عايز كذا، ويبدا يضرب ويعمل ما حركات. التقليد يعني مثلا نوعيه هو مفكر ان دي دعابه بينه وبين والدته او والده، ان هو بيستقطبهم ليه؟ ان هو خلاص العمليه. احنا دلوقتي بين ايه؟ فكره التيك توك، التيك توك
هو زي ما بنقول هو عالم الشهرة، بس مش عالم الشهرة بس، لا ده بقى عالم ان انا بعبر عن ذاتي بطريقة معينة. بطريقة ايه؟ بطريقة الايماءات، حركات، بطريقة الالفاظ السهلة، الالفاظ البسيطة. يعني مثلا فمرة بيسألوا نائب المدير التنفيذي للفيسبوك، قالوا لها ايه مستقبل الفيسبوك في خلال الخمس سنين الجايين؟ قالت لهم الفيسبوك ده هيبقى فيديوهات فيديوهات فيديوهات. فطبعا اللي بيسأل استغرب، يعني ايه فيديوهات فيديوهات؟ قالت يعني بمعنى اصح مش هيبقى في حاجه بعد كده نصيه، مش هيبقى في كتابه، مش هيبقى في الكلام ده كله، مفيش وقت اصلا، لاني اصبح الفيديو دلوقتي خلاص الفيديو هو المسيطر. يعني في مقوله مثلا بتقول لك ايه، انا لو لم يراني الاخرين لا اكون موجودا. يعني بمعنى اصح ان انا لازم الناس تشوفني، لازم الناس تشوفني عشان ابقى موجود، غير كده بقينا احنا دقه قديمه. حضرتك لو دخلت على الفيسبوك وكتبتي بعد كده بعد الثلاث سنين الجايين حاجه نصيه بقيتي دقه قديمه. ايه بقى السيكولوجيه النفسيه اللي بيخفيها برنامج التيك توك ده وراء الشبكه الاجتماعيه كلها؟ احنا زي ما قلنا التواصل الاجتماعي، زي ما قلنا ان هي تعبير عن الذات. يعني بمعنى صح عندنا الاطفال دلوقتي، او هنتكلم على السن، سن المراهقين، سن المراهقين، واحنا عارفين ان السن ده هي مرحله من عدم الاستقرار الانفعالي. يعني بمعنى اصح الناس دي ما عندهاش حاجه معينه تمشي عليها، واصبحت خلاص ان كل شيء حواليها اصبح في عصر السرعه، وبقينا في عصر الريتم سريع، الهاي تك في كل حاجه. احنا بقت التكنولوجيا دلوقتي داخله في كل حاجه، هنتشر بطريقه فيروسيه، يعني زي النار في الهشيم. دلوقتي عمل التقليد، ايه فكره التقليد؟ انا عندي مثلا في الكلاس بتاعي، في الفصل بتاعي، الولد ده ماشي منزل فيديو، الفيديو ده تمام لاقى قبول، لاقى اعجاب، ابتدت الناس تبص عليه. طيب انا غيرت منه، ابتديت اقلده، ابتديت انا عايز اعمل كده. بس حضرتك في نقطه، هل انا اي حاجه هشوفها هي اثرت فيه شيء ان انا عايزه اقلد او غيرت ان هو دوت ازاي طالع وانا ما بعملش ده لازم اعمل ده؟ طب افرض ده مش مناسب ليا. اوكي ما بقاش فيه دلوقتي، يعني دلوقتي يعني برضو البنات أنا مع احترامي الشديد تاثيرها عليه، على البنت بتطلع بلبس غير لائق جدا، و دي بقى من العيوب، صعبه دي من جدا العيوب طبعا، وحاجات يعني بصراحه احنا لا عاداتنا ولا تقاليدنا بتقول الكلام ده، دي من العيوب والحاجات الاضرار اللي احنا هنتكلم عليها. بس الفكرة فكرة ان انا عايز اوصل، انا عايز اوصل لعالم الشهرة بسرعة. دلوقتي ما حدش قادر يتعب، حتى لو هيفقدني قيمتي او هيفقدني ان انا حد انا بدرس وبتعلم عشان هشتغل وعشان هكمل، ليا في المستقبل اولاد، ليا حياتي، ليا دنيتي، شكلي ايه قدامهم لما انا ابقى طالعه بعمل الحاجات دي فيما بعد الدنيا تبقى عامله ازاي؟ هي المساله مساله عقليات، يعني البنات الثانوي الاعدادي والثانوي وكمان في الابتدائي، لكن انا بتكلم على اللي فاهميني، يعني الاعدادي والثانوي والجامعات بيعملوا ده، هم يعني ما عندهمش الفكر ازاي ان دوت هيبقى فيه يعني رد غير ايجابي خالص عليهم في حياتهم وسلوكياتهم وفي كل حاجه. الحياه بقت عندهم سهله قوي، في اللبس وفي طريقه الميك اب وفي طريقه الاداء وسوري الايماءات والحركات اللي هم بيعملوها دي. لا احنا انا ما شفتش ده بصراحه، يعني انا بكلم بتتكلم مع اللي حواليا طبعا احساس طبعا، ما هو احنا في مجتمع حاجه مستفزه. الانسان اجتماعي بالفطره، الانسان اجتماعي، بمعنى انه دايما عايز يعيش في وسط الناس، ما بيحبش العزله. يمكن لما حصل بدايه مواقع التواصل والفيسبوك فتح مجال، المجال ده احنا عانينا منه وبنعاني منه. النهارده نمسك الطلبه، الطالب اللي ماسك الموبايل بتاعه ومذاكرته وسايب المذاكره وعلى طول على انستجرام وعلى طول على الفيسبوك وعلى طول اساله في المذاكره، ما يعرفش اي حاجه، بيستمد معلوماته دي منين؟ هو بيستمد معلوماته منين؟ بيستمد معلوماته من الفيسبوك، بيستمد من السوشيال ميديا. انا هتوقف حضرتك في حاجه صغيره مهمه، انا شفت كذا فيديو لكذا مدرس رياضه، علم نفس، فلسفه، لكذا ماده من مواد الثانويه العامه، كان بيحاول يدرب الطلبه بطريقه فيها نوع من الايقاع. ايوه خاصة نص احمد شوقي، لكن الـ 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 الوضع طب احنا ليه ما نستفادش من البرنامج ده في حاجه تفيدنا احنا في الطب وفي الهندسه وفي كل، ازاي اعلم عيالي ازاي يطلعوا حابين التعليم؟ مش ده المستقبل ولا ده اللي تربينا عليه؟
ده نطلع منه ازاي؟ بص حضرتك او نستفاد منه ازاي يعني؟ الشيء تقدري ان انت على حسب ما بتستخدميه على حسب ما بتاخدي النتيجه منه. يعني لو انا جيت اتكلمت مثلا اي خطاب في الدنيا، سواء خطاب اي ما يكون، هنتكلم على الخطاب الفضائي بمعنى اصح البث الفضائي، الارسال الفضائي. الارسال الفضائي يا يبني مجتمع يا يهدم مجتمع. طبعا. على حسب ايه؟ على حسب المحتوى اللي بقدمه. المادة. انا بقدم ايه؟ ممكن ده من ايجابيات التيك توك ان احنا نستخدم التيك توك ده في استخدامات جميله جدا جدا. هو انا لاحظت صراحه الحفظ بيبين قدرتي ومهارتي في ازاي بقدر اكون مع الكلمه اللي طالعه، مع التنهيده، مع الشكل، مع يعني الحاله اللي بشوفها زي ما شفت في المسرحيه او في افيه او في مسلسل او في غيره. طالع بالظبط. انت جبت المهاره وقعدت انك تفكر في ده ازاي؟ مش طالع بتسمع سكريبت كامل، مش طالع بتسمع نصوص كامله. انت لا ده احنا بنتكلم في ايه؟ لحد 15 ثانية. 15 ثانية، ولو قد يزيد ده موضوع تاني، لكن هي فكرته 15 ثانية بتقدر تأدي أداء معين، ممكن بيتدرب عليه، ممكن بيحاول يجرب كذا مرة على على مثلا الفيديو بتاعه انه يصور نفسه، بس المسألة اللي احنا عايزين نوصل لها ازاي؟ فكرة انتشاره وانتشاره ما بين الفئة السنية دي ازاي؟ الفئة السنية دي ايه سبب انتشاره؟ ايه هي أقوى حاجة خلت البرنامج الانتشار ده الانتشار ما بين هي فكرة تحت بند الفانز. الفانز هي دي الشهرة، عالم الشهرة المزيف. يعني يعني أنا بقول كل الناس بتحب الشهرة إلا مثلا جزء، عشان بس من يعني بس نسبة كبيرة جدا من الناس عايزة تشير، كله عايز تشير. ايوه بس انا هسلك الطريق السليم لده، يعني لو في مثلا تمثيل هروح تمثيل واروح ورش واروح واقدم وابقى كمذيع نفس يعني الوضع يعني هقول لحضرتك حضرتك مذيعه ومذيعة شاطرة جدا، عايزة انك تنجحي اكتر وانا عايز انجح اكتر، هنتعب هنتعب عشان نوصل. ما انت لازم تقدم حاجة كويسة عشان تكون في اذهان الناس كلها حضرتك متمسكة بيك وفاكراك. احنا لو جينا اتكلمنا دلوقتي في مثلا جبنا واحد قال كلام تافه جدا وكلام معلش خارج جدا ولا اخلاقي جدا، عمل فيديو وحضرتك طلعتي قدمتي مضمون ومحتوى جيد جدا. ايه الثقافه بقى؟ وتعالي نتفرج شوفي حضرتك هتحققي قد ايه من المشاهده، وشوفي هو هيحقق قد ايه. ترند هو نمبر 1 نمبر 1 في اللي عمله، نمبر 1 وصل للي هو عايز يوصل لكده. هنا بقى الطريقه السريعه، انا عايز اوصل عايز اوصل للشهره. طب شهرتي دي بمنتج قليل مش هتعب فيه، لا هروح ولا هاجي، ده انا في اوضه نومي وسريري يبين وفي أي مكان. ده انا بتكلم ان انا اقدر اصور، ان انا اقدر ان انا ابس فيديو مدته مده بسيطه واشاركه مع اصحابي، مش مع اصحابي بس، مع ناس كتير وعالميا. لان دي زي ما قلت لحضرتك هم سموها في الاعلام ايه؟ سموها تطبيق الظاهره. ايجابياته بقى طيب نتكلم على الايجابيات. الايجابيات دي على حسب المحتوى. يعني هل الفكره ان احنا ممكن ان التيك توك ده نستخدمه في ايجابيات؟ ممكن ممكن. الايجابيات بتاعته هي بيطلع مهارات بالنسبه للاولاد دول، بيطلع مهاره في الاداء. يعني ممكن هبص تلقي ان ده ما يسمى ما وراء الموسيقى. يعني ايه ما وراء الموسيقى؟ يعني ممكن ياخد جزء كوميدي، ممكن ياخد جزء في احنا قلنا مثلا تعبيري. يعني انا ممكن حاجه مقطوع معين اعبر بيها، اعبر بيها عن احساس، اعبر بيها عن شيء. بس نبعد عن المبتذلات، نبعد عن الحاجات السيئة، نبعد عن الحاجات اللي هي خارجة عن القيم والأعراف والتقاليد بتاعتنا. وقتها هيبقى الجزء ده جميل جدا وناجح جدا وهينمي مهارات وكمان هقول لك ان في اطفال كتير منطويه، في اطفال ما بتحبش تقعد مع اسرتها، دوت بيشجع بس نستخدمه في الصح. بص يا فندم نكون في الصح. في علم النفس في دكتور اسمه جاردنر، جاردنر ده جه في مره اثبت ايه؟ قال ان الانسان ما عندهوش حاجه اسمها الذكاء الواحد، مفيش حاجه اسمها ذكاء واحد، عندنا حاجه اسمها الذكاءات المتعدده. الذكاءات المتعدده دي كلنا بنمتلكها بس بدرجات مختلفه مش متساويه، ودي اللي بتميز كل واحد عن التاني. ذكاء لغوي، انا كويس في اللغه، في ذكاء موسيقي، في ذكاء اجتماعي، في ذكاء شخصي، في ذكاء بصري مكاني، دي كلها ذكاءات. لغات الجسد الذكاءات دي لازم تتنمى ولازم تظهر. لازم المواهب دي، احنا بنكتشف المواهب من سن كام سنه؟ احنا بنكتشف المواهب من سن صغيره، وتبتدي من سن البلوغ تتميز.
تظهر. عشان كده احنا بنقول ان الاولاد دول ممكن يستخدموا التيك توك دي بطريقه ايجابيه. نبعد نبعد البعد، المحتوى هو اللي بيؤدي اذا كان بمعنى اصح الحاجه ايجابيه ولا اذا كانت الحاجه سلبيه. طيب نطلع لفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل موضوع حلقتنا النهارده. برنامجنا مش مجرد برنامج، برنامجنا فكرة خارج الصندوق. مصر سلة غذاء العالم اللي كانت بتزرع القمح وبتوزعه على الدول المحيطة بها أصبحت الآن أكبر مستورد قمح في العالم. يا صحراء المهندس جاي، المهندس جاي، المهندس. الزراعة هي طاقة الأمل والنور للمصريين. احنا هنا عشان نحل كل المشاكل مع بعض. احنا محتاجين بجد ننتج غذائنا، ودي فرصة وجات لنا. من سيزرع المليون؟ هو من سيحصد المليون؟ ما هو السحر؟ الجن والجان والشيطان اللي هو السحر السفلي أو مرض السحر. هل اللي بيت فيه جن ولا لأ؟ وإزاي نقدر نتخلص منه لو بيت فيه جن؟ كل القرناء لا يأمرون إلا بالشر. أعراض السحر المشروب وتأثيره على الكلى، سحر بعدم إنجاب أو سحر بالعقم. الجن بيتعب من القرآن؟ لا. ورجعنا تاني مشاهدينا نتكلم عن ظاهرة التيك توك مع الأستاذ أيمن المنشاوي، أستاذ علم النفس. طبعا أنت مشرفنا ومنورنا النهاردة بأرائك وبفكرك اللي بيخلينا إن شاء الله نتقدم لقدام، وكل حاجة سلبية نحاول نبعد عنها وناخد كل ما هو إيجابي في حياتنا ونتمسك بيه بعاداتنا وتقاليدنا وإيماننا بالله. في كل خطوة احنا بنعملها نستخدم كل حاجة نسخرها لينا في حياتنا إن هي تخدمنا في تعليمنا، عشان يكون عندنا فكر ويكون عندنا وعي ويكون عندنا رؤية للمستقبل. رأي حضرتك إيه في الفيديوهات اللي بتنزل على السوشيال ميديا؟ طبعا فكرة الفيديوهات أو على برنامج التيك توك يعني عشان خاطر محتوى الفيديوهات اللي بتنزل على السوشيال ميديا في أنواع منها، لكن احنا هنختص بالذكر اللي هي على التيك توك. طبعا أنا شايف إن الوضع بقى مع الانتشار دخل في قصة إن بقيت فيها حاجات مبتذلة جدا، وده اللي احنا ذكرناه دلوقتي. بس الابتذال ده دخل في نوع من أنواع المغالاة، فيها زيادة، فيها أوفر قوي. هو احنا شعب لما بنعرف حاجة بنمشي وراها، احنا كده بنحب يعني بنغمي عنينا وما بنسمعش ولا بنتكلم في أي حاجة إن هي صح ولا غلط ولا هي تليق ليا ولا لأ، بنمشي كده وخلاص. حتى في الموضة برضو، حتى في كل حاجة، في كل حاجة بقينا نمشي ورا حاجات في حاجات معينة كده مش بتاعتنا ولا تربينا عليها ولا نعرفها. كلامنا ممكن دلوقتي ما يعجبش الفئة دي، كلامنا ممكن ينتقد من الفئه اللي احنا نتكلم عليها. ينتقد ليه؟ هو الصح بيختلف على الاثنين. هي يعني لا، مساله يا فندم، مساله ان احنا بقينا في وجهه نظرهم دقه قديمه. بمعنى ايه دقه قديمه؟
لا انا مش معاك فيها. لا لا ليه؟ هقول لان انا هقول لحضرتك ان هو اصلا الشباب او الاطفال اللي ابتدوا في المرحله الصغيره من حياتهم ان هم يبداوا بده، هم ابتدوا بطريقه هم عشوائيه شويه، ما عندهمش فكر غير ان هو عايز يبقى مشهور، يبقى واحد زي المشاهير اللي موجودين دلوقتي على الساحه، بيحسبوا ان هو ده الـ 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 الحاجه اللي هي لا تعليم بقى ولا دراسه ولا رياضه ولا اي شيء، بقى ده الحاجه الاولانيه اللي بيفكروا فيها في حياتهم. تعالى برضو نتفرج على فيديو ونشوف. ولو العافيه ورايا مافيا مافيا مافيا، بس ملناش في الازيه زي زي من جوايا نيه صافيه 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 وبيضه ميه 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 ميه. مافيا 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 بتردي وقويتي وبقيتي يا عجله تخينه مش زي زمان. لا حوش اللي كرشه مدلدل قدام يا كرش السنين، ما تيجي تاخديني قلمين انت تمامك دي. والان مع الراقصه التي تسببت في نص توبه شباب مصر، الراقصه زكيه بيبي. وشاكسني في اي حكايه، محضر في العرض جنايه بتقطع من جوايا، وما اقولش اللي انا مجروح خايف من الدنيا وشوكه، لو بفت تعبين عفركه هنا فرقه تسمع معارك. عايزك ترفع راسي لفوق ان شاء الله يا ابوي. شوف عايزك كده ترفع راسي لفوق، ربنا يقدرني يا ابوي. حياه اللي خلفوك يا خلف ترفع راسي لفوق. ما قلنا هنرفعها يا ابوي. عايزك كده ترفع راسي لفوق، عايزك ترفع راسي لفوق، حد اللي خلفوك يا خلف ترفع راسي لفوق. هرفعها يا ابوي، هرفعها يا ابوي، هرفعها يا ابوي. ورجعنا تاني مشاهدينا بعد ما شفنا الفيديو. عايزة أسمع تعليق حضرتك. طبعا يمكن احنا جبنا جزء يعتبر لا يتجزأ من ملايين الفيديوهات اللي بتتعرض. الجزء ده خدنا فيه جانب كوميدي، الجانب اللي بيعبر فيه الأولاد دول على جانب فيه سخرية، فيه جانب كوميدي تم استخدام فيه أطفال. طفل ده أو طفل ده إيه مفهوم؟ احنا قتلنا البراءة، قتلنا البراءة في الأطفال. يعني لما يكون الألفاظ اللي بيتقال بيها والكلام اللي بيتقال بيه ده ألفاظ زايدة، علم الطفل إيه؟ طبعا فيها زيادة كبيرة جدا. ده مش غير كده بس، احنا لو جينا هنحلل الفيديو ده دلوقتي، بس أنا عايز أتكلم على جزئية تانية، إن في جانب تاني، الجانب ده أكبر من جانب الأطفال ده، الجانب اللي هو السن بقى اللي هو فيه، وخاصة في فكرة البنات. احنا اصبح البنات بقت اكثر جرأة. في تساوي دلوقتي، تساوي اوكي، التساوي موجود ماشي، بس التساوي في الجراءة، التساوي في الجراءة ده ما كانش من قيمنا، كانش من قيم المجتمع المصري. الجراءة احنا كنا عارفين ان الولد جريء، لكن البنت تبقى بحد الجرأة اللي موجودة دي. وده هنتكلم فيه حالا في الفيديو التاني، تعالى نشوفه مع بعض دلوقتي. مشاهدينا هنحلل الفيديو ده مع الاستاذ ايمن المنشاوي، استاذ علم النفس. اتكلمنا بقى باستفاضه على اللي انا شفته دلوقتي، اولا على قصه الشعر، ثانيا على اللبس، ثالثا سواء البنت محجبه او مش محجبه ما فيش فرق، وكل طالع ما شاء الله. ما عايز اقول ايه الفرق ما بين الولد اللي عرض والبنت اللي عرض؟ ايه الفرق ما بين الايماءات والحركات هنا والحركات هنا؟ طبعا ال 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 ايا ما يكون مش هنحكي عن فكره المزيكا المختاره، دي ثقافه. هو اختار كذا، ودايما بيميلوا للحاجات الشعبيه اللي لازم على طول بيتبعها موضوع الدانس رقص. تمام كده. طيب ايه الفرق؟ مفيش فرق، اصبح جراءه. احنا كنا عارفين، احنا عارفين ان الولد بيتميز بالجراءه، لكن البنت تبقى بالجراءه دي بالطريقه دي. انت شفت حركات الكتاف والايدين ده غير وغير يعني. يعني معلش في محتويات، طبعا محتويات يعني 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 جامده عن كده اكتر كمان. يعني يمكن انا تابعت وشفت، دخلت في حاجات لقيت ان فيها حاجات يا لا يعني معلش لا تناسب الذوق العام اطلاقا.
حضرتك يعني برضو شفت فيديوهات اللبس الالوان الحاجات دي ما تتلبسش اصلا ولا يعني ما حدش يشوفها بيها يعني حتى في البيت. لحظه حضرتك خلفيه عامله ايه؟ ايه الخلفيه؟ لو بصينا على الخلفيه الخلفيه اوضه النوم يا فندم. المصيبه الكبيره بقى طمسه الكبرى قوي قوي في الموضوع الشباب المتشبه بالنساء. يعني مصيبة من مصايب الزمن. واللي بيعلم الرقص لابس لبس يعني استغفر الله العظيم رقص ايه؟ مش بدلة رقص والله يعني أي. مش عارف. أي. لا ده انا هقول لك حاجة. في بعض الفيديوهات بتبص تلاقي ان الولد او البنت هو ممكن تكون الفيديوهات دي نزلت بنت وباباها. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بيصوروا الفيديو وتبص تلاقي ايه؟ اللبس ده ياخد بلقطة تاني مع اللبس التاني. يعني بيبدلوا اللبس. يعني الاب يلبس مثلا من لبس بنته والبنت تلبس من لبس الايه؟ الاب. بتبص تلاقي الفيديو بيتكرر كده لدرجه ان احنا بنشوف منظر لا يليق. الاب بشكل بشع جدا انه يلبس لبس بنته. فطبعا ده يعني ده بيحصل في بيوت. بيحصل في بيوت، بيحصل في المجتمع. قدام عينه وهي مفكره ان هي خلاص يعني الحاجه اللي بخاف منها بابا، لا الموضوع ده هو اللي كل ده بيؤدي ده للحلم ورا الشهره، للجري ورا الشهره. فطبعا مساله ومصيبه بقى ان بدات الابهات يساعدوا الاولاد، بداوا ان هم يغاروا وبينزلوا فيديوهات لنفسيهم. ما هي بقت خلاص. هي بصي، هي انا قلت لك انتشرت بطريقه فيروسيه. ده بقى ظاهره. الظاهره دي جنون الشهره. احنا النهارده وصلنا لكام؟ عدد الفانز بقى قد ايه؟ وصلنا لايه؟ كل ماده عمال بيحسبها. فطبعا هو زي ما بنقول وسيله سهله، وسيله سهله. حضرتك شفتي الطريقة، قصة الشعر، الكلام، حركات الوش، الحركات الإيدين وهي بتتحرك أو هو بيتحرك. طبعاً يعني فيها ابتذال جامد قوي قوي قوي. أي قيم، أي مع أي تقاليد، أي ثقافة. الكلام ده أوكي كنا بنشوفه في الغرب، لكن هل بيتناسب مع الغرب يتناسب معنا إحنا في مجتمعنا المتدين المجتمع الشرقي؟ طبعاً دي فيها معاناة. المعاناه دي ده واضحه قدامنا وعلى مدى. ولما نيجي نسال حد في السن ده اللي انت بتعمله ده غلط؟ لا، شيء موجود، شيء منتشر، ده امر عادي. زي فكره انت ماسك الفيسبوك. لا ما عادي. نسمع برضه راي الدكتوره، معانا مداخله تليفونيه من الدكتوره اميره شوقي، دكتوره علم النفس. الو الو. ايوه دكتوره، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ عامله ايه حضرتك؟ يعني اتكلم عن ظاهره على موضوع الحلقه، ظاهرة التيك توك. يعني انا الموضوع بتاع التيك توك ده موضوع كبير جدا وليه بدايات وليه يعني مناحي كتير جدا ممكن نتكلم فيها. احنا بنتخض قوي ان عدد مهول كان مشارك في التطبيق ده، وبنتخض ان هو واصل تقريبا ل 75 مليون مشارك في التطبيق. هي الفكرة كلها ببساطة انه هو بيستهدف المراهقين وسن الشباب، ودي اصلا الفئة العريضة، يعني دي الفئة العريضة في اي مجتمع. الشباب بيكونوا واخدين النسبة الاكبر في اي مجتمع. تمام. انا مش هتكلم ان هي بتكون خطر على الشباب ولا ان هي بتكون مفيدة، قد ما هكون يعني رأي العلم هو الرأي الحيادي دايما. اوكي معايا حضرتك؟ معاكي، سامعاكي. طيب تمام. يعني ايه راي العلم بيكون حيادي؟ احنا ما ينفعش، احنا يعني في علمنا بنحول دايما الكم للكيف، فما ينفعش ان احنا نقول او نجزم ان هذه الظاهره او التطبيق له من الخطوره الكبيره على فئه الشباب تحديدا او المراهقين الا اذا خضعت هذه الفئه على أبحاث ميدانية واستبيانات معينة بطريقة علمية، وفي الآخر نطلع النتيجة نقول والله ده خطر أو مش خطر. الجزائر ابتدت تحذر مثلا، يعني لو هنقول فور اكزامبل، ابتدت تحذر المجتمع عندها عن من ظاهرة التيك توك. تمام. ولكن في المقترح اللي هي قدمته للدولة ما كتبتش ايه هي الخطورة، ما كتبتش حتى ملامح الخطورة. فعلشان نتكلم بطريقة علمية قوي ونقول ان الموضوع ده خطر قوي، فلازم نمشي على خطوات المنهج العلمي، وده طبعا بيكون دور قومي، بيكون دور داخل فيه مؤسسات الدولة كلها علشان تقدري توصلي لحاجة زي كده. طيب تعالي على الجانب الآخر. هي فكرته بمنتهى البساطة ان التطبيق
تيك توك كان قبله في 2014 تطبيق تاني اسمه ميوزيكلي لو نفتكر. هو ذكر تم امتداد لميوزيكلي او تصحيح لخسارتها في يوم من الايام ماديا. واحنا يعني الموضوع واخد منحى اكبر بكتير من عدد نسب مستخدمين التطبيق، لانه بتكون منافسات ما بين شركات كبيره في التكنولوجي او المعاملات الرقميه اللي احنا بنستخدمها في العالم كله. تمام. فبالتالي هم كانوا عايزين يعوضوا الخسارة دي بتطبيق أفضل علشان يكون في عدد مشاركين أكتر علشان يعرفوا يكسبوا. طيب ده هيكون خطر بالنسبة لأولادنا في إيه؟ أنا شايفة إنه لو إحنا يعني بنشوف في الأفلام مثلا أو في أماكن معينة في حاجة اسمها كاريوكي. الكاريوكي ده أنت بتغني أغنية مع الأغنية اللي شغالة، فبتشوفي كلماتها وتبتدي تغنيها، صوتك حلو صوتك وحش مش مشكلة، بس فكرة إن أنت بتشاركي في إنك تغني أو تقضي وقت حلو إنك تعملي حاجة حلوة هتبسطك وتبسط اللي حواليك، دي حاجة جميلة نفسيا، هتؤدي أو هترجع شعور ليكي بحاجة حلوة جدا، صح؟ هي دي فكرة التطبيق. إن ابتدوا الشباب والمراهقين الله إيه ده، أنا ممكن أعمل ده، ممكن صحابي يقولوا عليا يجي وراه على طول كلام حلو، ممكن يقولوا إن أنا صوتي حلو، ممكن يقولوا إن أنا أدائي حلو، فابتدت الفكرة من كده. مجرد بضع ثواني أو مجرد 5 دقايق أنت بتعمليهم على الفيديو، بتركبي صوتك على صوت الأغنية، بتغني معاها، بتترجمي حركاتها، فبالتالي الناس هتقول الله أنت برافو عليك أنت حلو. تمام. فعشان كده انا شايفه ان ده اللي مخلي الانتشار. بس انا عايزه اعرف ايه الخطوره، يعني الخطوره في ان هو مثلا هياخد من وقت المراهقين من المذاكره. طب ما انت عندك مثلا اجازه، طب هياخد من وقته في حاجه مفيده. طيب هندخل في حاجه اسمها هندسه النظم الاجتماعيه، ده دورنا احنا، يعني مش دور ان احنا نلغي التطبيق نفسه، ده دورنا احنا في حاجه اسمها ان انا عارف من اول الاب والام، مش بس اب وام، لا ده وزاره التربيه والتعليم، مش بس وزاره التربيه والتعليم، ده وزاره شباب، توصلي لمرحله ان انت لازم تعملي مشروع قومي، انا ايه اللي يناسب مجتمعي وايه ما لم يناسبه، دي حاجه اسمها هندسه النظم الاجتماعيه. تمام. طب من وجهه نظر حضرتك يا دكتوره اميره من الناحيه العالميه، لا مش سامع حضرتك معلش اسفه تاني، من وجهه نظر الاعلاميه لحضرتك يعني انت شايفاها ازاي؟ بصي احنا طبعا ما ينفعش ننكر ان اكتر حاجه بقت تعمل انتشار اعلامي هي السوشيال ميديا. تمام. فالتطبيق ده جوه السوشيال ميديا. اوكي. انا شايفه انه كمان هو هتلاحظي ان احنا مثلا لما بنعمل لايك وبنعمل تاج لحاجه معينه كراون مثلا، التطبيق ده بالذات ليه فانز. فانز دول يعني متابعين. تمام. مش فولورز كمان، يعني اعلى كمان من كلمه الفولورز، فاعلاميا هو بيجيب اعلى نسبه مشاهده، فانا بنتشر بسرعه جدا جدا. الهدف من ايه؟ من انا اشتهر وان انا اكون زي الفنان اللي انا مهووس بيه مثلا، يعني ما مثلي الاعلى وبحب معجب بعمرو دياب، فانا هعمل التيك توك على اغنيه لعمرو دياب. تمام. فبالتالي هو عايز يتشهر، عايز يتعرف. طيب لو انت قلتي ممكن التطبيق ده يستخدم فحاجات اعلى واكبر، اعلاميين مثلا لسه في بدايه امرهم، ممكن طبعا ينشرهم اعلاميا بشكل سريع جدا ومهول جدا، بس الفكره الماده اللي هتقدم ايه، مش فكره تمام. الانتشار احنا ممكن ننتشر بسرعه اعلاميا، لكن الفكره في المبدا، في المبدا اللي هننشره والمحتوى والماده اللي احنا بنقدمها. عموما انا بشكر حضرتك جدا على المداخله الراقيه وكمان على وجهه النظر، وان شاء الله يكون في حلول لهذه الظاهره. شكرا ليك يا دكتور اميره. دكتوره اميره شوقي دكتور علم النفس، طبعا حضرتك سمعت المداخله، والحل بسرعه لينا ككل اللي شايفنا عايز يسمع وعايز يعرف الحل السليم او اتباع رولز او القواعد اللي المفروض برضو زي ما الدكتوره قالت ان جهود الدوله معانا تكون في رؤيه للبرامج اللي بالشكل ده او بالمنظر ده. طيب انا قبل ما ادي حلول بس عايز ارد على الدكتوره اميره، مداخلتها مداخله افادتنا طبعا جدا. هي بتسال احنا فكره الابلكيشن احنا ما بنهاجمهوش، احنا بنتكلم على سلبيات اللي موجوده فيه. احنا بنقول ده له جانب ايجابي وله جانب سلبي، احنا بنشوف ايه المخاطر. احنا اتكلمنا عن الايجابي وعن السلبي. احنا بنشوف ايه المخاطر، لكن الفكره كلها ان ليها مخاطر فيما بعد بعيده المدى. بعيده المدى دي قصه ثانيه. تمام. لكن هتكلم مثلا على بقى الحلول. ايه الحلول؟ الحلول مش بتبدا من المدرسه بس، ولا بتبدا من مثلا وزاره التربيه والتعليم. لا دي كمان من البيت.
وانا كان نفسي كمان ان انا اكمل مع حضرتك الحلقه، ولكن وقت برنامجنا خلص، وان شاء الله يعني في حلقات تانية نتناول فيها. وانا بشكر حضرتك جدا استاذ ايمن المنشاوي، كان معنا النهارده ضيفنا. وشكرا مشاهدينا، نلقاكم في حلقات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.